لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى: الاحتفالات تغيب عن الموصل في ذكرى تحريرها، الدمار والبحث عن المفقودين يؤرقان سكانها. البصائر: خبراء تنظيف الموصل من مخلفات المعارك وحمايتها من التفجيرات سيستغرق عقودا. في صحيفة الزمان: ثلاث قوى كردية تشكو عدم شفافية العد والفرز اليدوي بكركوك. في صحيفة العربية الجديد: غليان شعبي في البصرة، بغداد تعزز قوات الأمن والعشائر تهدد. في الخليج الإماراتية: قوات الاحتلال تصادر سفينة الحرية 2 في عرض البحر وتعتقل ركابها. في العرب اللندنية: حزب الله يضغط عبر بري على الحريري لتحقيق انقلاب على اتفاق الطائف. وفي صحيفة الحياة: بومبيو ملتزمون إنهاء التهديد الإيراني ومنع إغلاق مضيق هرمز. السلام عليكم. ليس بجديد القول إن العراقيين يتفقون جميعا على أنهم يعيشون في واحدة من أكثر دول العالم فسادا، وأنهم يرون أنفسهم ضحايا لحكومة متخلفة ودولة مفعمة بالتناقضات، ما ولد موجة غضب شعبي ضد الطبقة السياسية التي جاءت إلى السلطة في عام 2003. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أنه بغض النظر عن حجم ودوافع المظاهرات ومطالبها المتعلقة بتحصيل حاجات محددة الكهرباء والخدمات، فإنها لا ترقى إلى أن تكون ثورة للتغيير ولا تنسجم مع الوعي الجماهيري الذي عكسته مقاطعة الانتخابات الأخيرة وحجم السخط الشعبي تجاه المنظومة السياسية. فأخرجت الناس إلى الشوارع حينما قررت إيران وقف توريد الكهرباء لتلك المحافظات، لأن حكومة بغداد مدينة لطهران بأجور سابقة في هذا الملف، وأن الأخيرة لن تعيد تصدير الكهرباء إلى العراق إلا بعد سداد جميع ما بذمة حكومة العبادي من مبالغ، لتبدو الصورة أكثر وضوحا لدى الجميع بأن سطوة إيران ليست مقتصرة على الملفين السياسي والأمني فقط، بل على الجانب الاقتصادي والخدمي، مما يعني أن التخلص من هذا الاحتلال وتبعاته ومخرجاته لا تكفيه مجرد احتجاجات قد تنتهي إما بالإسكات والإقناع المبنيين على وعود تصاحبها إنجازات وقتية مصطنعة. مظاهرات الكهرباء والخدمات رغم تواضعها وإمكانية انتهائها بعد حين، فيها تسليط للأضواء على حقائق سبق تشخيصها مبكرا من القوى الرافضة للعملية السياسية، وهي أن العلة الرئيسة للواقع المتردي في العراق ليست فقط في السياسيين أنفسهم، وإنما تكمن في النظام الذي صنع على أسس محاصصة فتحت الأبواب مشرعة للفساد وصدت كل محاولة للإصلاح مهما كان زعم من يتبناه من داخلها. الكاتب يرى أن هذا النوع من المطالب له دلالات جديرة بأن تنمى لدى نفوس العراقيين لتخرجهم من محدودية المصلحة المادية القائمة على استجداء ما هو حق لهم إلى سعة حرية استقلال العراق واستعادة كرامته، لأن ثورة العشرين إنما قامت لأجل الحرية وطرد الاحتلال البريطاني الذي سام العراقيين سوء العذاب كما فعلت الولايات المتحدة في الألفية الثالثة. فإذا تجددت هذه العزيمة مرة أخرى فإن فيها تصديقا للقوى الرافضة للعملية السياسية بأن حكومات بغداد المتعاقبة حكومات احتلال، وليس للاحتلال من مصير سوى الزوال.
حق المواطن العراقي المتجرد من طائفيته وعنصريته والمتمسك بهويته الوطنية أن يشعر بالحزن والكآبة والقنوط والتعاسة حين يرى هذا التناطح المفتعل بين سياسيين يحرصون على جعله يبدو وكأنه صراع بين طائفة وطائفة وبين قومية وأخرى، وهم أصلا متفاهمون حصة على طاولة الوليمة. إبراهيم الزبيدي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية: متى يتمكن العراقيون العلماء والخبراء والفنانون الذين تخلصوا من أدران الطائفية والعنصرية والتطرف والتخلف والخيانة والفساد من أن ينتزعوا نصيبهم في قيادة شعبهم نحو شواطئ الخلاص؟ الحقيقة أن أحدا لن يستطيع أن يضع يده على فرق ولو كان بحجم الإبرة بين واحد شيعي وآخر سني وثالث كردي من حكام الزمن الرديء الحالي، فهم جميعا متشابهون متكاملون ومتفقون ودون جدال على أولا أن يحتكر حبايب إيران صلاحية النيابة العامة المطلقة عن الطائفة الشيعية العراقية دون شريك، ثانيا أن تبقى في قبضة مسعود البرزاني وجلال الطلباني وباقي الأحزاب الكردستانية كامل حصة الشعب الكردي من الوليمة حتى وإن تشرذموا وتنابزوا بالألقاب وصار كل رفيق منهم يتهم رفيقه بالخيانة والفشل والفساد، ثالثا على منح ملكية تمثيل الطائفة السنية للأقوى والأغنى والذي يفوز في مزادات بيع وشراء المناصب الوزارية والنيابية بغض النظر عن مصدر أمواله وجدارته ونظافة يده وقلبه ولسانه. ويبدو أن المواطن العراقي قد تم ترويضه حتى صار لا حول له ولا قوة على القبول بالعيش في دولة تحكمها وتقرر مصيرها وتصنع حاضرها وترسم مستقبلها، حفنة من سياسيين تجمعت فيهم بلاوي الدنيا كلها من سرقة واختلاس وابتزاز ونفاق ونصب واحتيال وتزوير وتلفيق وغدر واعتداء وتخابر مع الخارج علنا وبلا خوف ولا حياة. الكاتب يقول إنه حتى أمريكا التي تمنى عراقيون كثيرون أن تكون بعد خراب 15 سنة دامية ومحزنة ومؤسفة قد فهمت مشكلة العراق أخيرا، لا تزال تتزاور مع السياسيين الفاسدين وتطالبهم بأن يمنعوا إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وهي تعلم بأنهم موظفون لدى حكومة طهران. لا شيء يمكن أن يحفر في تاريخ الشعوب أكثر عمقا مما حفر الحصار الأمريكي الذي امتد ل13 عاما في ذاكرة من عايشوه ودفعوا أثمانه. تلك مقدمة ضرورية لفهم موقف العراقيين من تداعيات العقوبات الدولية التي يتوقع تصاعدها ضد إيران. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن الخطير في المشهد أن العراق هو الطرف الأقرب والأكثر عرضة للضرر جراء أي مواجهة أمريكية إيرانية، سواء كانت على مستوى تبادل رسائل القوة أو باستخدامها فعلا. تبدو المعادلة معقدة بالفعل، فالعراق لا يأمل أن يجبر على المشاركة في المقاطعة الاقتصادية لإيران، لكنه قد يدفع ضريبة تلك العقوبات سواء التزم بها أو لم يلتزم، فيما لو قررت طهران أن ردها سيكون كما جرت العادة على أرض جارها التاريخي. ومن المتوقع جدا أن ينعكس هذا الوضع الحرج على مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مثلما ينعكس على أداء الحكومة في المرحلة المقبلة وطريقة تعاطيها مع احتمالات التصعيد. في الكواليس ما زال بعض السياسيين العراقيين يتحدثون عن أن طهران وواشنطن تبحثان عن صفقة، والنظرية التي ترى أن إيران ستمر بالمراحل التي مر بها العراق قبل احتلاله عسكريا غير قابلة للتطبيق، ويسوقون أمثلة عن فروق جوهرية بين نظام صدام حسين الذي لم يكن يمتلك أذرعا إقليمية بفاعلية الأذرع الإيرانية، وبين طبيعة الاقتصادين العراقي والإيراني، وحتى عن أسلوب الحكم وآلياته، لكن أصحاب نظرية الصفقة أنفسهم
يقرون بأن العراق سيكون ساحة الرسائل الملغومة الكبرى في المنطقة حتى التوصل إلى تلك الصفقة، وأن انقساما عراقيا حادا قد يترتب على وضعه أمام خيار معنا أو ضدنا. ويختتم الكاتب بالقول إن بعض أشد المتحمسين لاستعادة الدولة العراقية من نظامي الوصاية الإيراني والأمريكي معا يشعرون بالقلق من عدم قدرة أي حكومة عراقية على إقناع الطرفين بحياد بغداد إزاء الأزمات المرتقبة، ومع ضعف الوضع السياسي وتفتته لن تسمح القوى المحلية بهذا الحياد، لكنها في الوقت ذاته لن تتمكن من دفع البلد إلى الاصطفاف هنا أو هناك، ولن تتردد في إعادته إلى فخ التصادم الداخلي. يحلو لنظام الأسد وحلفائه ومؤيديه القول إن النظام انتصر على السوريين وإن جيشه في طريق استعادة السيطرة على الأراضي السورية التي خرجت عن سلطته في السنوات الماضية بعد أن أعلن السوريون ثورتهم على نظام الاستبداد والقتل، وسعيا من أجل الحرية والعدالة والمساواة. فايز سارة يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه إذا كان النظام أول أطراف مروجي فكرة الانتصار، فإن الروس والإيرانيين وميليشياتهم يشكلون الطرف الثاني في قائمة مروجي فكرة انتصار الأسد. طوال سنوات كانوا قوة دعمه ومساندته في المستويين الخارجي والداخلي، وأعلنوا مرات كثيرة أن تدخلهم إلى جانب نظام الأسد شكل قوة حمايته من السقوط في وجه السوريين، ولعب الروس دوراً بارزاً في حماية النظام في المجلس الدولي بإعلان الفيتو ضد أي قرارات كانت تستهدف سياسات النظام وجرائمه. ثم جاء تدخلهم العسكري أواخر 2015 فشكل انقلابا في موازين القوى العسكرية والسياسية في الصراع السوري، ووضع النظام على قاعدة استعادة مناطق كانت خارج سيطرته، فيما قامت إيران وميليشياتها بدور الداعم بالقوات فعززت قوة النظام الميدانية. وبطبيعة الحال فإن الروس والإيرانيين لم يقدموا دعمهم الهائل وسعيهم لانتصار الأسد خارج حدود مصالحهم، فقد حصلوا على مكاسب مباشرة بينها قواعد عسكرية وتأسيس أدوات وبنى اجتماعية وحليفة، والحصول على امتيازات اقتصادية وعقود استثمارية، بل إن الميليشيات التابعة لهم شاركت في عمليات نهب الموارد السورية، وجميعه مرهون باستمرار النظام ورئيسه في السلطة، والقول بانتصاره يعني الحفاظ على ما تحقق لهم من مكاسب وإمكانية تطويرها في المستقبل. وبحسب الكاتب فإن القول بانتصار الأسد لا يقتصر على أطراف التحالف معه، فثمت مجموعتان تسيران على الخط ذاته، أولهما أنظمة ودول يوفر لها بقاء النظام مصالحها، كما في المثال الإسرائيلي الذي اختبر على مدار العقود الماضية مصداقية النظام في الحفاظ على أمن إسرائيل، والمجموعة الثانية تنظيمات وجماعات سياسية وشخصيات عربية وأجنبية منعها العمل أيديولوجي والسياسي المتأصل من رؤية حقائق الصراع السوري وجرائم النظام وحلفائه. نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا للكاتب ديفيد هالبفينجر يقول فيه إن عجز إسرائيل عن إيقاف الأدوات الحارقة المحمولة بواسطة الطائرات الورقية وبالونات أعياد الميلاد جعل الحكومة الإسرائيلية تلجأ للعقوبات. ويشير التقرير إلى أنه تم التجديد على دخول شاحنات البضائع لغزة أملا في قيام قادة حماس بوقف الطائرات الحارقة، لافتا إلى أن القيود الجديدة المفروضة على معبر البضائع الرئيس تمنع استيراد المواد كلها ما عدا الطعام والدواء والمعدات الإنسانية. الكاتب ينقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله بأنه يهدف من التحرك للضغط على حركة حماس لتقوم بحملة ضد إشعال الحرائق المتعمد. ويستدرك الكاتب بأن هذه القيود تبدو بأنها تهدف أيضا لإرضاء الجمهور المحلي،
حيث نفذ صبر الناس بسبب عجز نتنياهو عن توفير حل فعال للنيران التي تسقط على السكان عبر الحدود، أو أن يقوم بتشكيل استراتيجية عريضة تعالج مشكلات غزة الأساسية. ويجد الكاتب أن هذه القيود تمثل ارتداداً حاداً من الجيش الإسرائيلي، خاصة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق غادي إيزنكوت، الذي دعا إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عن غزة، بما في ذلك زيادة المساعدات الاقتصادية كونها سبيل للتقليل من فرص التوترات التي قد تؤدي إلى حرب جديدة مع إسرائيل. ويبين الكاتب أن الهدف المباشر من القيود هو حث حركة حماس على التخلي عن تكتيك مبتكر ومربك بالنسبة للإسرائيليين. فمنذ نيسان الماضي قام المتظاهرون في غزة بتحويل الطائرات الورقية والبالونات إلى قنابل حارقة حرقت مساحات شاسعة من أراضي المزارع، وأشغلت رجال مكافحة الحريق من أنحاء البلد كلها للذهاب من مكان إلى آخر لإطفاء الحرائق المشتعلة قبل أن تنتشر. الصحيفة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الطائرات المسيرة لإسقاط 670 طائرة ورقية وبالونات، لكن مئات الطائرات الأخرى نفدت. وقال المسؤولون إنه مع منتصف شهر حزيران اندلع 412 حريقا، فيما قال الجيش إنه غير قادر على إيقاف تلك الطائرات، مشيرة إلى أن 28 حريقا على الأقل اشتعلت يوم الاثنين فقط حتى ساعات المساء الأولى بسبب أجهزة حارقة تحملها طائرات ورقية وبالونات. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاضي بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا ليحل محل القاضي المتقاعد أنتوني كينيدي جاء في لحظة متوترة. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها أن من شأن هذه الخطوة تغيير التوازن الأيديولوجي الهش للمحكمة بشكل جذري وتحويل المحكمة إلى اليمين بشكل كبير، وأن على مجلس الشيوخ أن يهتم بهذا الأمر. الصحيفة تشير إلى أن هذا التعيين يأتي بعد فترة وجيزة من قيام الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعرقلة جهود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لاختيار قاض للمحكمة العليا في عامه الأخير، وتقول إن المحكمة معرضة لخطر أن ينظر إليها على أنها أداة للسياسة أكثر من كونها مستقلة وغير حزبية. وتضيف الصحيفة أنه لهذه الأسباب يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا أكثر دقة من المعتاد عندما يقومون بتقييم كافانو، وأن يصروا على العدالة التي ستحكم بالتواضع والاستقلال الحقيقي للعقل والرغبة والاستعداد لمقاومة انتهاكات السلطة من جانب الرئيس الحالي والرؤساء المستقبليين. وتنسب الصحيفة إلى كافانو قوله: أعتقد بأن القضاء المستقل هو جوهرة التاج في دولتنا الدستورية، مضيفة أنه يجب أن يثبت أنه يعني ما يقول. وحذرت الصحيفة من أن هناك دائما خطرا يتمثل في أنه ينظر إلى القضاة على أنهم موالون للرؤساء والأحزاب الذين قاموا بتعيينهم، مضيفة أن هذا الخطر يبدو واضحا بشكل خاص الآن، حيث يتجاهل ترامب الحدود التقليدية للعملية الرئاسية. الصحيفة تقول إن الوظيفة التي سيشغلها كافانو قريبا تعتبر واحدة من أقوى الوظائف غير المنتخبة في الحكومة، وأن لها أثرا كبيرا على حياة الأمريكيين اليومية. وحذرت من أن القاضي كافانو سيحول ميزان الفقه الدستوري في البلاد إلى اليمين أكثر ما يكون، وذلك ليخلق أغلبية يمينية صلبة في المحكمة ربما تبقى حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.
سنوات من البحث والتعاقب تمكن حراس الغابات في الشمال الأسترالي من الإمساك بتمساح ضخم وزنه 600 كيلوغرام وطوله 4 أمتار و70 سنتيمترا بحسب ما أعلنت السلطات الأسترالية. وبحسب صحيفة المستقبل اللبنانية فإن هذا التمساح شوهد أول مرة في عام 2010 وبعد سنوات من الجهود وقع في فخ منصوب في نهر قرب مدينة كاثرين. واقتيد التمساح المقدر عمره بـ60 عاما إلى مزرعة للتماسيح بحسب ما أعلنت ترايسي دولدينغ المسؤولة عن الحياة البرية في الأقليم الشمالي في أستراليا التي قالت إنه أكبر تمساح يتم الإمساك به في نهر كاثرين. ومنذ إدراج التماسيح البحرية التي تعرف أيضا بتماسيح المياه المالحة على قائمة الأنواع المحمية في عام 1971 يرتفع عددها بشكل كبير جدا في الشمال الأسترالي، ففي كل عام يمسك حراس الغابات بنحو 250 تمساحا من شأنها أن تشكل خطرا على السكان. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.